لماذا أحزن؟ لماذا أحزن؟ وبين كل دقيقة ودقيقة فرج من رب السماء. لماذا أحزن؟ ورزقي مكتوب وعمري محسوب وأجلي لا أعلم متى سيكون. لماذا أحزن؟ وربي أرحم بي من الأم بالمولود. لماذا أحزن؟ وإذا استغفرت يرزقني ربي وتنجلي كل الهموم. لماذا أحزن؟ وربي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لماذا أحزن؟ وثقتي بربي ليس لها مثيل. لماذا أحزن؟ وتفاؤلي وابتسامتي أجمل من الحزن بكثير. إذا انكسرت اسجد لله وقل يا جبار اجبرني، وإن انظلمت اسجد بين يديه وقل يا عادل انصرني، وإن احترت اسجد لله وقل يا بصير أرشدني، وإذا احتجت اسجد لله وقل يا مجيب أجبني. وإذا أراد قلبك الحب فاعلم أن الحب لن تجد أحدا جديرا به سوى الله، وإن اشتقت لحنان لن تجد أحن من حضن الأرض وأنت ساجد بين يدي الله عز وجل. وإن ضاقت بك الدنيا ولم تجد صاحب فاعلم أن الله أقرب إليك مما تتخيل. ولذلك ثلاث لابد أن تستقر في ذهنك: لا نجاة من الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا سلامة من كلام الناس. لا نجاة من الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا سلامة من كلام الناس. يقول أحد الصالحين: إذا ضاقت في وجه الدنيا قرأت صفحات من القرآن، وما هي إلا أيام، ويفتح الله لي من حيث لا أحتسب رزقا وعلما وفهما. عندما نتأمل بداية سورة طه في قوله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نعرف أن القرآن سبب للسعادة والبعد عن الشقاء. ولو تأملنا نهاية نفس السورة عند قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعرف أن من أهم أسباب الضنك والضيق والكآبة هو البعد عن كتاب الله عز وجل وذكره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. تأملوها يرحمكم الله، ما أجمل الفاجر. فريضته تجعلك في ذمة الله عز وجل، سنته خير من الدنيا وما فيها، وتجتمع فيه ملائكة الليل والنهار. إن قرآن الفجر كان مشهورا. الذين يعيشون مع القرآن تلاوة وحفظا ينفردون بخاصية رائعة، فهم كلما استمالتهم الدنيا جذبهم القرآن إليه بلطف فعادوا تائبين. كم من الهموم انفرجت بسبب رقعة، وكم من الأمراض شفيت بسبب دعوة، وكم من أمور تيسرت بسبب ذمعة. بصوا شكواكم لله عز وجل فإنه يجيب دعوة المضطرين. كثيرا نحن في امتحان، وفي أي لحظة قد يتم سحب الورق وينتهي الوقت الذي خصصه الله لك. فضلا ركز في ورقتك واترك ورقة غيرك، ركز في ورقتك واترك ورقة غيرك. قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة، إنما هي الأنفاس، لو حبست
انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه، ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا. آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. المؤمن ليس لديه وقت فراغ، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، ووظيفة عمره الدائمة الاستغفار والتوبة. فاللهم اشغلنا بطاعتك ولا تجعل أعمارنا تذهب هباء ثم تكون علينا حسرة يوم القيامة يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.